السلام عليكم. هعرض البوينت اللي كنت بقولها وانا بناقش دكتوراه لسببين. اولا علشان شايفه انها هتبقى اكسبيرينس كويسه لكل حد الفتره دي بيسجل سواء ماجستير او دكتوراه، بيجهز للمناقشه او بيفكر مثلا يعمل ماجستير او دكتوراه. كانت بتتكلم على ال properties of electron beam at extended surface to surface distance for different radiation field dimensions، يعني العلاج بالالكترون في النون ستاندرد كونديشن سواء الريجولر فيلدز او اكستندد ديستانسز. كان الاشراف بتاعي 3 اساتذه من الكليه. اجمالا شكل الكونتنت بتاع البرزنتيشن في المناقشه هو في الرساله، فبتتكلم بعد الانترودكشن على literature review يعني الدراسات السابقة، بتكتب الايم اللي هو اللي قدمت بيه في الرسالة في الاول، patients and method او material and method results and discussion and conclusion. This is the content سواء لو كان بتجهز presentation تناقش او بتجهز يعني items chapters الرسالة، هي نفس الشابترز. طيب دي المين بوينتس. انا في الباك جراوند هتكلم على radiation therapy generally وبعدين على الالكترون بيم دوزيمتري، معايره الالكترون بيم ان بارتيكولر. طيب وفي الليتريتشر ريفيو، الليتريتشر ريفيو ده توبيك بيتكلم على الكالكوليشن بتاع الالكترون في الاكستندد ديستانسز، وهنراجع الكلينيكال ابلكيشنز ليه اصلا بدرسه ات اكستندد ديستانسز، بحتاجها في الكلينيك يعني في السنترز بتاعت الراديشن ثيرابي، بنحتاج نعالج اصلا عند نون ستاندرد كونديشن ولا ما بنحتاجش، يعني ايه التريتمنت ماشين اللي بستخدمها، الدوزيمتريك كونديشن والبراكتيكال ستيبس اللي اشتغلت عليها. وبعدين هنتكلم على الريزلتس اللي طلعت والابلكيشن للنون ستاندرد كونديشن ديت وذن الراديوثيرابي. طيب از ان انترو، انتوا تعرفوا ان اكتر من 80% اوف كانسر بيشنت هيتعالج بالراديشن ثيرابي، اكتر من 80% من مرضى الاورام هيعدي عليهم العلاج الاشعاعي، هيحتاجوا يتعالجوا بيه في وقت من الاوقات سواء ايرلي كان يو ادجفنت ثيرابي ادجفنت او بعدها سواء وهم في ثيرابيوتيك رينج وهم فور باليتيف انتنت او كيرتيف انتنت، وبعدين بيتعالجوا على التريتمنت ماشين، الجهاز زي اي جهاز علاجي، في سرير بينام عليه البيشنت اسمه كاوتش، في راس بيطلع منها الاشعاع اسمها جانتري، والشباك اللي بيتفتح يخرج راديشن ده اسمه كولوميتر اللي هو الشباك ده. الترابيزه ديت او الكاوتش ديت لو حطيت عليها فانتوم صندوق ومليته ميه وعملت اكسلريشن للالكترون خبط بفلاتنج فلتر، وبعدين الصندوق ده انا مليه ميه، مليه ميه عشان اعمل ايه؟ ابقى كاني جوه جسم الانسان واقيس. وبعدين الصندوق اللي كان جواه ميه ده انا حطيت في السنتر بتاعه سنسور، السنسور ده اسمه ايه؟ اسمه ايونيزيشن تشامبر. ليه ايونيزيشن تشامبر؟ لانها بتقيس ابون الايونيزيشن اللي بيحصل جواها. السنسور ده قدامه حل من الاثنين، يا اما في السنترال بوينت يعني في سنتر الفيلد، افتكر دي الجانتري وده الكولوميتر اهو، ده الشباك اللي مفتوح عشان يخرج منه راديشن اهو، المفروض ان الجراي ده راديشن، فلو انا واقفه في السنتر وبنزل بالسنسور لتحت كده يطلع الكيرف ده علشان يقول لي اني عندي سوبرفيشال دوز بتزيد جرادولي اب تو سيرتن ديبس وتقل جرادولي برضو. طيب نفس الايون تشامبر دي لو حركتها في اتجاه تاني، نفس الايون تشامبر دي سوري معلش، انا ممكن استخدم نفس الجهاز عشان اعالج بيه فوتون او اعالج بيه الكترون، ساعتها هعمل ايه؟ هغير الفلاتنج فلتر واحط قدامها تارجت، سوري احط بدلها يعني تارجت، يعني ابعد الفلاتنج فلتر من طريقنا واجيب سكرول واجيب كيلومتر عشان ايه؟ عشان يخرج الكترون بيه. طب هو احسن ان انا اعالج فوتون ولا اعالج الكترون؟ اللينير ممكن يخرج فوتون وممكن يخرج الكترون، ماشي ات ويتش كونديشن يخرج فوتون وات ويتش كونديشن يخرج الكترون، وانا اعالج امتى فوتون وامتى الكترون؟ كل واحد فيهم ليه كريتيريا
تفرق على حسب هو امتى بيوصل للماكسيمم وبيديجريد يوصل لحد فين. تمام. فالالكترون بيوصل للماكسيمم قريب وبيديجريد بسرعه، والفوتون بيوصل للماكسيمم ابعد شويه وبيديجريد بعد حبه كتير. والمثال بقى التقليدي اللي انتوا حافظينه وهقوله لكم تاني برضو، زي ما نركب الاتوبيس كده اربع خمس شباب الصبح بدري، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل الناس بتطلع وتترص مثلا في اول كنبتين تلات كنبات كده وخلصنا على كده، يعني البطل قوي هو اللي بيمشي لقدام. نفس الاتوبيس ده لما بيعدي على حضانه بيحصل ايه؟ العيال بتتبدر في اللي هو تلاقي الاتوبيس بقى كله عيال. اشمعنى دول بيتبدروا بهذه الحريه والاريحيه؟ علشان they are facing interaction مع الوسط المحيط اقل، هم يقدروا يزقوا ويقدروا ينفذوا ويقدروا. مين بقى اللي ما عندوش كتله وبيتحرك بسهوله كده؟ الفوتون بيم جاست ويفز. لكن مين اللي عنده كتله وحركته فيها قوه احتكاك مع الوسط المحيط؟ الالكترون. فالالكترون عنده سوبرفيشال دوز عاليه، بيوصل للماكسيمم سوبرفيشال ويديجريد بسرعه، يبقى بسيط، يبقى يعني بديهيا لو انا بعالج سوبرفيشال تيومر الالكترون انسب، ولو بعالج تيومر الدبس الفوتون اسهل انسب. يبقى the key to decide which treatment هيبقى أنسب هو البوزيشن بتاع التيومر، وتبقى الليمف نودز، اللبس، الاير، كرانيو سباينال، السكن أنسب لها إنها تتعالج بإلكترون بيم بما إنها سوبرفيشال. عشان كده تلاقوا كيرف البي دي دي كيرف وهو بيتقاس للإلكترون بيتقاس بالمليمتر، عارفين نفس الكيرف دوت في في الفوتون لما كان ورا كان بالسنتيمتر. الاين شمبر دي بقى لو اتحركت مش من النص لتحت، لا خدت كل مستوى من اوله لاخره، هتشوفوا بره الفيلد مفيش ريديشن وجوه الفيلد اهو في ريديشن، وبعدين لما بتخرج الريديشن بتقل. بعمل الحكايه دي عشان اتاكد من ايه؟ ان كل الشباك المفتوح ده بيخرج منه ريديشن، وانا بعمل كده باخد بالي هو هنا الكتف ده قد ايه، اللي هو البنبرا بنسميه شولدر في الكيرف على ال ياسات بنسميه شغل. طيب كل فده كان انترو كل الناس تعرفه. الايم اوف ذس وورك ان انا اعرف البيم كاركترستكس لكل الكترون انرجي، يبقى الماشين اللي عندي انا هدرس الكاركترستكس بتاعتها في النومينال كونديشن واقارنها بقى بالايه بالنون ستاندرد كونديشن، وادرس الالكترون بروبرتيز لديفرنت فيلدز وعند اكستندد ديستنس، وبعدين اشوفها ممكن تطبق في ريديشن ثيرابي ازاي. كده الانترو خلص، وهنتكلم على تريتش ريفيو، وده بعد الانترو بيبقى تاني تشابتر. الانترو ما بيحسبهوش تشابتر في الرساله، التريتش ريفيو يعني الدراسات السابقه، الناس اللي كانت في الموضوع ده قبل كده قالت ايه. ففيما يخص الالكترون كانوا زمان بيفتكروا ان مع الاكستندد ديستنس ما فيش حاجه بيحصل، انما يمكن الدي ماكس تشيفت ابورد شويه، الدبس اللي عنده الانرجي بتوصل للماكسيمم يمكن تتصاعد، يعني يمكن تبقى اعلى شويه. ده الكلام ده في 1998. في 2002 ويجنس اتقال، يعني ويجنس واصحابه قالوا بتشيفت ابورد بس مش على حسب الفيلد، بس على حسب التشو كوريليتد فاكتور بتقل. وفي 2006 بريملين اتقال، بريملين واصحابه قالوا لا ده في حاجه اسمها سيجمنتال انتجريشن ميثود، هي دي اللي هتحسب الاريجولاريتي. وبعدين في 2008 كان في لاترال بيلد اب ريشيو، وفي 2018 لانس ميرك رينسك ايتال قال ان في مونت كارلو بيز كالكوليشن موديل ممكن نعتمد عليه احسن وادق. طبعا انت بتعرض التتش ريفيو وانت في الرساله، انت مش مضطر تقول كل الناس اللي اتكلموا قبل كده، لكن وانت بتكتب يعني وانت بتكتب للرساله مثلا بيبقى المشرف قال لك خدها وزن العشر سنين اللي فاتوا، فانت عندك وزن العشر سنين نشر اتعمل تمام. لكن وانت بتعرض انت بيبقى عندك مثلا تلت ساعه لكل التوك ماشي، فاكيد مش هتقول كل البيبرز اللي طلعت لك، انت بتختار الكي ستون اللي هم كانوا فيري افكتيف. فانا علشان كده ما كنتش جايبه كل الليتريتشر ريفيو اللي عدا، انا كنت جايبه يعني ذا موست افكتيف ستاديز. مش هطول عليكم في الايكويشنز بتاعتها عشان نشتغل في السكشنز اللي بعد كده. الكترون بيم ديزمتري عند نومينال ستاندرد وعند اكستندد ديستنس وعند different field dimension. وبعدين التطبيقات، التطبيقات ديت اولها هتبقى في الريجولر فيلد اللي هي زي حالات البوست اللي بتاخدها مرضى الاورام بعد الهول بريست اريديشن،
والتطبيق التاني التوتال سكين اريديشن اللي هي الحالات اللي بتتصاب بميكوزس فونجيتس. جه زي ما قلنا في ترابيزة اللي هي الكاوتش، وفي جنتري اللي هي الرأس الحلوة دي، وفي هنا شباك، والشباك ده بيركب عليه كولوميتر عشان يكولوميت الفيلد اللي هيخرج منه الكترون. وانا بحط صندوق بملا ميه عشان الصندوق ده تشو ايكويفالنت وعلشان اقيس فيه. وانا بقيس بقى بعمل ايه؟ بجيب ايون تشامبر اللي هي السنسور التيوب بتاعنا. انا خدت الفانتوم لوحده، حطيت ايون تشامبر. الايون تشامبر اللي كنت بستخدمها هنا هي بين بوينت. انا مش هخوض في تفاصيل الديسيمتري، لكن ليتر اون في القناه نتكلم عنها طبعا. خلال القياسات بنقيس التمبريتشر والبريتشر والتمبريتشر، وده البريسبكس اللي كنا بنستخدمه. يعني ايه؟ يعني انا ممكن احط تيشو ايكويفالنت ماتيريال، احط صندوق كانه ميه، وممكن احط السلايسز دي اللي هي برضو ووتر ايكويفالنت. وممكن اقيس بالايزو سنتر تشيك دوت وهو ووتر ايكويفالنت ماتيريال. ده مش كنت بقيس بيه، ده كنت بدرسه، يعني كنت بدرس من خلاله الكريتيريا الديفينيت اكستندد ديستانسز. طيب دي الريزلتس اللي طلعت عند كل الانرجي. انا بقيس لكل انرجي وبشوف لكل انرجي الدي ماكس والجرادواليتي بتاعتها. بعرف ايه من الكيرف ده؟ ان الطاقه الاولى الدي ماكس بتاعتها قريبه، وان كل ما بتعلى بالطاقه كل ما الدي ماكس بتزيد، صح؟ بس بتظهر كريتيريا غريبه كمان، واخدين بالكم اهي، انها محتفظه بالماكسيمم انرجي حته اكبر. يعني انا ممكن اعالج عند 6 مليون الكترون فولت سوبرفيشال ليجن، وممكن اعالج ب 18 ميف 18 مليون الكترون فولت الكترون لو كان الليجن ده اكستندد اب تو حوالي تلت او ربع الانرجي، على حسب بقى انت معايير على 3 ولا على 4. طيب دي الكريتيريا اللي ظهرت. كل انرجي بناخد لها المين انرجي، رينج اوف سنت بيرسنت، رينج ال 100% ب 90% و50%، امتى بتوصل لنص طاقتها، وثيرابيوتيك رينج. لاحظوا حاجه بقى، انها بتوصل لنص طاقتها بعد 2.5 سنتي في الستة ميف، يعني في الخمستاشر ميف بعد حوالي 8 سنتي، 7.9 كذا كذا، يعني حوالي 8 سنتي. يعني اعلى طاقة في الالكترون تعالج وزن 8 سنتي بس كده، سوبرفيشال جدا. ده يخلي الالكترون زي ما قلنا في الاول انسب لايه؟ للفيري سوبرفيشال تريتمنت. انا هنا كنت حاطة 2D اري عشان اقيس ايه اللي بيحصل واحنا بنكستند. بقيت عند 100 و105، هو اللي كان بيحصل كده، ان انا ببقى واقفة عند دبس وباكستند، بنزل بالكاوتش لتحت وبشوف كل ما بنزل لتحت ايه اللي بيحصل للكيرف. التو دي اري بتقيس ايه مع الاكستندد ديستانس. فمثلا الستة ميف ده شكل الكيرف بتاعها، واخدين بالكم الشولدر ده عامل ازاي، كتف الفيلد، واخدين بالكم نفس الكتف ده عمل ازاي عند اكستندد ديستانس، بقى زحليه اكتر يعني، شايفين؟ هنا عند 100 سنتي 100 سنتي اس اس دي، وهنا عند extended distance. طيب القياسات دي عشان تتقال ازاي؟ في ناس كتيرة حاولت انها تترجمها عشان تعرف تعالج عليها، فقالوا انا هشوف التارجت كافريج فاكتور اللي هو انا مغطي مساحة قد ايه، انا هقيس فلاتنس وسيمتري، هشوف الديفيجن، الدي ماكس، البنمبرا رايت وليفت. واخدين بالكم ان الشولدر ده ما بقاش زحليقه قوي زي اللي قبليه بتاع 6 ميف. الحقيقه ان ده بتاع اعلى انرجي كنا بنقيس بيها، يعني كأن الانرجيز الاعلى ما بتتأثرش قوي عند اكستندد ديستانس. الحقيقة شوف الشولدرز بتاعت ال 18 بتاعت ال 15 من الشولدر بتاعت الستة. يبقى ريجاردن الدوزومتريك احنا عرفنا كده انه ات اكستندد ديستانس كل ما بتبعد كل ما السكاتر اللي بيتكون
حواليها. خليني ارجع للسلايد عشان نأكد عليها. سلايد لسكاتر، انت بقيت بتسكاتر اكتر، بتديستريبيوت لسكاتر اكتر، وانت بتكستند والانرجي ضعيفة، you are losing ال capacity بتاعت الفيلد، ال intensity. طيب فالديتكتور اللي بيقيس بورشن هنا، بس في مالتيبل سكاترز ديستريبيوتد اول اراوند، لما بقيت اكستندد تحت كده واخد بالك خسرت منها قد ايه؟ تخسر اكتر وانت بتكستند، والانرجي ضعيفه ولا الانرجي عاليه؟ لا، الانرجي العاليه تقدر تحتفظ بنفسها لحد اكستند ديستانس كتير. طب انا ليه ما بعالجش بالاكستند ديستانس اللي طاقتها عاليه لو انا بدي توتال سكين؟ استنى معايا شويه كده، نروح للتوتال سكين واقول لك. خلاص احنا كده عرفنا السكاتر وهو ليه بيبقى اكتر عند الانرجي الاضعف. في التطبيقات بقى هنعمل حاجتين، هتاخد عيانه علاج اشعاعي بريست كانسر، هتاخد علاج اشعاعي على الثدي اللي هو الهول بريست راديشن، الكورس العادي يعني، وبعد ما تاخده هتاخد بوست كماله يعني. الكماله ده بتاخده فين؟ في المكان اللي كانت في الاول حست باللمب فيه، المكان اللي ظهر فيه المشكله. ليه بتاخده؟ لانهم لو ان الحالات اللي بتاخد بوست بعد ما بتخلص العلاج الاشعاعي بيبقى فرص انها يحصل لها لوكال ريكيرنس اقل، فبقوا بعد ما بتخلص كورس العلاج الاشعاعي كله بيبقى فيه كورس فيري لوكالايزد على الفيري بيجيننج لوكيشن اوف تيومر. لو كانت تيومر برايمري سوبرفيشال فالالكتروني بقى انسب، لانه يقدر يوفر لها اشعاع مناسب ويخلص كله بدري، واقدر اسبير الايه اللنج. طبعا كلنا نعرف ان نفس الحاله دي لو بتعالج بريست فانت في الغالب اديتها ميديال ولاترال، بقى الجزء ده كله كده اريديتد خلال ال 15 يوم اللي خدت، او 25 يوم لو بتديها 2 في 25. فالجزء اللي هو كله لوكالايزد ده، سوري كله اريديتد ده، انت مش عاوز تزود عليه بقى فيلد بوست تاني. لو اديتها الكترون يعني تسبير البريست شويه، تسبير اللنج حتى والهارت من الاوفر دوز، ظريف يعني، حلو الالكترون حلو، بس لو كان اللوكيشن بتاع البرايمري تيومر فيري سوبرفيشال. هحط لكم في اللينك في وصف الفيديو في بيبر كنا اتنشرت يعني عن البوست للالكترون. زي ما قلت لكم هو اختيار مناسب لو كان البرايمري لوكيشن سوبرفيشال، لو كان البرايمري لوكيشن مش سوبرفيشال يفضل الفوتون انسب. ماشي، الاختيار التاني والتطبيق التاني للالكترون هي حالات المايكوزس فانجويتس، وهي فانجويتس بيظهر على السكن. التطبيقات بتقول ايه بقى؟ انه لو كان سبريد لاكتر من 50% من جسم البيشنت بيقرروا انه ياخد توتال سكن، يعني مش دايما بيقرروا العيان انه ياخد توتال سكن، ساعات بيقرروا ان هو ياخد لوكالايز، تفتح فيلد على قد الليجن وتديله بس. طيب انت دلوقتي في الابليكيشن دوت كنا بنعالج الكترون ارك عند اكستندد ديستانس، كان بروفايد ايه الالكترون ارك في الاكستندد ديستانس؟ انا حاطه الايزو سنتر فانتوم، اي كان اريديت السوبرفيشال بورشن ده والدنيا تحتين فاضيه هي روقان، يعني اب تو ذس ديبس بس اللي اريديتد وفيري سبيرد بورشن انسايد. علشان ده يحصل محتاج ايه؟ محتاج ديزومتري. الدي نوت السكان دوت ساعتها بتبقى 90 to 95، وعند انزل بقى كده لتحت كده وشوف انت عند دبس كام، انت عند 1.5، عند 1.5 اهو. طيب بقيت مثلا 40% فين؟ عند 2.5، يعني هو السنتي ده ولا 2.5 سنتي دول خلص الريديشن عندها، فانت بتعالج بس 2.5 سنتي والدنيا سبيرد بعدها، جوه مفيش ريديشن، مفيش ديسبوزل، مفيش حاجه، جوه الدنيا خلاص بلاتو. وزن كام؟ 12%. التطبيق التاني هو الاكستندد ديستانسز اب تو روم دايمنشن توتال سكين، يعني ام تارجتنج السكين. There is another application برضو اللي هو total body irradiation which is different. انا بتكلم دلوقتي عن total skin ف I'm targeting ان انا ادي السكين very superficial، وهي السكين actually superficial والالكترون كان penetrate up to superficial، ده اللي احنا لسه قايلينه في الاول. طيب الاكستندد ديستانس اب تو روم دايمنشن، باش انت قاعد في اخر الاوضه بيقف وقفات معينه،
هقول لكم طريقه تخليكم تقدروا تدربوا عليها الفنيين، يعني تدربوا الفنيين يدربوا البيشنت اللي بياخدوا العلاج. كنا ساعتها بنقول للبيشنتس ايه بقى، انت بتقف 6 وقفات، واقفه منهم كانك واقف عشان تصلي، فانت واقف وبتكبر مثلا كده تمام، وايديك ورجلك سبيرد شويه وايديك كده، وبعدين واقفه بنفس الطريقه بس ظهرك هو اللي للجهاز، والوقفتين التانيين مره بالتارجت الاندر ارم والان بتوين ليكس اليمين، فهعمل كده مره ام تارجتنج الان بتوين ليكس، يعني رجلي اليمين جايه قدام ورجلي اليمين سوري وايدي اليمين مرفوعه، خلاص يبقى الاثنين التانيين اللي ورا اوكي، ومره ام تارجتنج الاندر ارم والان بتوين ليكس للايديا الشمال تمام. ففي مره اكون واقفه عامله كده ام تارجتنج ايه الاندر ارم والان بتوين ليكس الشمال تمام. العيان بيقف 6 وقفات، مره بيبقى انتيرور واتنين بوستيرور، ومره بيبقى بوستيرور واتنين انتيرور. هتقيسه الاول في الستاندرد كونديشن عند اس اس دي 100، ما هو دايما كده عشان تعرف ايه اللي حصل لما لما الكونديشن دي حصلت، هتروح للستاندرد وتقارنها بالنون ستاندرد. فدي الستاندرد كونديشن ودي الاكستندد ديستانس. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان الشولدر ده سوري ان الشولدر ده اللي هو كان لحد تقريبا 1.5 بقى فاست ديجريديشن وش كده. انا كده وصلت للثيرابيوتيك رينج وذن نص سنتي عند اساس الدبس انا كنت عايزه اعالج عنده اساسا اوكي. وي ار ادجستنج وعايرنا وكذا. اللي يحصل في التوتال سكان ايه، ان احنا هنلف 20 اب اند 20 داون، بتادجست اب الطول بتاع البيشنت واب ان يور برايمري ديزمتريك في الستاندرد في الستاندرد كومبيرد تو اكستندد ديستانس، وبعدين تطبق التريتمنت يعني من 100 من 20 اب 20 درجه اب اند 20 داون، تزود وتنقص كده وذان رينج علشان تريديت الابر بورشن واللور بورشن. يبقى في التطبيق عملت ايه، اديته نصه التحتاني الاول وبعدين اديته نصه الفوقاني، فطلع ايه، طلع شكل الاريديشن كده. ان كونكلوجن الالكترون عند اكستندد ديستانس مش بتتبع الاكستندد سوري مش بتتبع الانفرس سكوير لو upon ال distance اللي انت بتقيسها في المسطرة، لا في virtual source هو اللي بنعتبره هو ال source virtual source بنقيسه، بنقيس ال penumbra بتقيس upon tissue target coverage factor sorry معلش. الالكترون عند different field بنعتبر فيه lateral build up ratio. وبعدين ليها ابلكيشن للالكترون ارك بنعتد فيها بالتيشو كافريج فاكتور لكل طاقه، دي سي اف لكل طاقه مختلفه. والتوتال سكان الكترون ريديشن بنقيس فيها دوز يونيفورميتي والانجولار اوبتمايزيشن ونقيس الدوز بير مونيتور يونت عند الاكستندد ديستانس. وقت ما كنت لسه بحضر للشغل ده قدمت بوستر، وانا شايفه انها فرصه كويسه اقول لحضراتكم على الفرق بين انك تقدم بوستر وبين انك تنشر بيبر. الكلام ده كان في 2015 يمكن في مؤتمر القصر العيني الحمد لله تمام. انت بتختار تقدم بوستر لما تبقى عايز تناقش في التوبيك بتاعك جروب دوت نفس تخصصهم، وعايز تقول لهم يا جماعه انا هدرس كذا وكذا وكذا ايه رايكم فيه، علشان تقابل جروب اوف اودينس هم يهمهم نفس الكلام اللي انت بتقوله وعندهم خبره فيه، فيقول لك طب ليه مش تدرس كذا، ليه مش هتغير كذا، مش عارفه، وتتناقشوا في هذا الصدد. وبتختار تنشر بيبر لما تكون اشتغلت الرساله وبقى عندك نتائج، والنتائج دي شايف انك لو في لو اديتها للناس يعني لو حطيتها في مكان كل الناس تقدر تقراها فيه انت هتضيف للمجتمع العلمي. يعني ده الفرق بين انك انت تنشر بوستر او تتكلم في مؤتمر وبين انك تنشر بيبر. البيبر بيعتبروها اقدم يعني ابقى
وموست افكتيف لانها منشوره وموجوده، كل الناس تقدر ترجع لها في اي وقت. مش بس كده، ده لو حد قراها ولقى انها فاليبل بالنسبه له، انت بتفضل يتعمل لك سايتيشن ريكوجنيشن، اللي هو انا عارف فلان، زي ما انا كنت بقول لكم فلان واصحابه عملوا كذا وفلان واصحابه عملوا كذا، صح؟ في ناشونال بيبر اكاديميكال وايز في اللونج تيرم ايفكت ممتاز، برضو مشاركه المؤتمرات ممتازه جدا يعني. النشر العلمي في لطلاب الماجستير والدكتوراه هما بيشترطوا الاثنين، يعني انك تنشر بوستر او برزنتيشن، وانك كمان تعمل مثلا بيبر او تشابتر مثلا من كتاب، ان يبقى ليك نشر. ليه بقى؟ لان النشر ده معناه ريكوجنيشن، يعني انا يا جماعه ذاكرت في الموضوع ده وقريت وفهمت لدرجه اني لما كتبت ووريته للمجتمع العلمي وشافوا زملائي peer reviewed، يعني زملائي في هذا الفيلد يعني الذين هم في مستواي وافضل مني، they are found that my collaboration or that my research collaborate to the scientific community. الرسائل بتشترط انك تقدر تشارك في بوستر او في مؤتمر، وانك كمان تنشر بيبر. الحكايه سهله او الحكايه صعبه؟ كل حاجه سهله وصعبه، يعني حسب ما انت بتقرر لها تبقى سهله او صعبه، وتقدر تصرف فيها مجهود او لا. البوستر الستادي دي كانت الرساله بتاعتي. انا واخده بالي انها توبك يمكن يكون مش جديد، لكن انا عملت كده لسببين. اولا عشان تاخد بالك من الكونتنت بتاعته، هاو تو اورجانيز سيكشنز، هاو تو انك تقدم كل سيكشن لوحده وتفسره. كلمة أخيرة بس عايزة أقول لكم على حاجة، دايما خلي فيه حاجة تساعدك وتحسسك إن أنت بتتحرك. يعني فأنا كنت معايا كشكول دوت أيام الرسالة، أنا كنت مختاراه اللي هو بيتقسم سيكشنز ألوان، وكنت مخلية كل لون لجزء معين من الشغل. خليني طبعا هو يعني متبهدل الحمد لله، بس في سيكشنز مكتوب عليها شغل الريفيو، في سيكشنز مكتوب عليها شغل الريسيرش، اخر سيكشن مكتوب بقى فيها التكست اللي انا كنت اقوله في المناقشه، عشان انا كنت واخده بالي ان انا ساعات لما بتكلم برتبك، فكنت كاتبه بقى السلام عليكم، اسمي ايات، بشتغل في فيزياء طبي في اورام مستشفى الحسين الجامعي، رسالتي عنوانها كذا 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 كذا، بتدرس كذا 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 كذا، الرساله تحت اشراف انا بعمل كده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر انا واخده بالي ان وقت ما هقف اناقش هرتبك، فعلشان تو اوفر كم احساس الارتباك ده انا كنت كاتبه الكلام. قريت منه بصراحه، قريت كتير واعتمدت عليه وانا بتكلم. احيانا طبعا وقت المناقشه بيحصل الدكتور مثلا يعترض يقول لك حاجه او كذا، لكن هو كان فيري سبورتيف، وانصح جدا ان يبقى معاكم كشكول بتكتبوا فيه طبعا لما تروحوا للاشراف، تكتبوا فيه الكومنتس بتاعته عشان لما تروحوا تطبقوها. لو بتكتبوا يعني مثلا بتقراوا، بصوا الصفحه دي فيها literature review اللي هو كان فيه بحث منشور للirregular fields، لانه الرساله كانت فيها papers بتتكلم على extended distance، وpapers بتتكلم على electron في irregular fields، وpaper للskin total skin electron irradiation، وpaper للbreast للboost، واخدين بالكم؟ فهم كانوا كل topic من دول انا كنت بتكلم على الجرادواليتي بتاعتهم، من اول كانوا بيدرسوها ازاي وبعدين بقينا بندرسها ازاي وبتشتغلها ازاي، واخدين بالكم؟ فكل حاجه من دول was arranged من الاقدم للاقرب. انت هتقدم لورا كده توصل لغايه انهي سنه؟ يعني في الغالب الكلام ده بيبقى اوبن اتفاق بينك وبين الاشراف. لكن يعني اللي باين هنا انه انا كاتبه ان 1997 كان في سنتر انتجريشن ميثود، في 99 كالكوليشن للدوز بير مانيتور يونت للشيبد الكترون فيلد، الكترون فيريفيكيشن للابلكيشن ابن لاترال بيلد اب ريشيو، في 2007 ستادي اوف دوز انسرتينيتي، وبعدين دوز كالكوليشن ابن مونت كارلو. وكل بقى حاجه بعد كده، كل توبيك او توبيك فرعي بيبقى ليه الجرادواليتي بتاعته. الاكستندد ديستنس برضو كان ليها جرادواليتي معينه، في 95 درسوها الكاركترستكس، وبعدين قدموا في 97 practical approach. الاثنين دول كان كاتبهم سو ايتال، سو ايتال ليه كتاب برضو في الريديشن ثيرابي قوي جدا. في 2008 كلمة عن الكترون بيم ثيرابي ابن مونت كارلو انفستمنت، وبعدين في 2015 عملوا امبروفد ال بي ار، وبعدين في 2016 comparison of two programs بيقارنوا قياسات كل واحد منهم للالكترون عند extended distance عشان يشوفوا level accuracy.
الحكايه دي خلتني لما اعرض على الدكتوره اقول لها حضرتك تفضلي ان احنا وانا بكتب في الريتش ريفيو ابدا من اول النشر اللي اتعمل السنه دي او اللي اتعمل وزان السنتين اللي فاتوا، قارن او اتكلم عن موضوع الالكترون عند اكستندد ديستنس ازاي، وبعدها اقول بينما كنا في السنين اللي فاتت بنعمل كذا وكذا وكذا وارجع لورا، ولا تفضلي ان انا اخد الاقدم وبعدين اتدرج بيها لقدام؟ طب تفضلي ارجع لورا كام سنه. يعني دي من الحاجات اللي لو تبان كده يعني الدكتور يفضل ايه تكون افضل، يعني ما فيهاش حاجه احسن من حاجه، لكن يفضل كل توبيك مختلف عن التاني. يعني في مواضيع الانسب ان انت تجيبها بالفيري ابديتد، هي غنيه جدا بالريفرنسز لدرجه انك كفايه ترجع لورا 3 4 سنين، وفي مواضيع لا مهم ترجع سنين طويله علشان انت بتتكلم مثلا في ايكويشن اتطورت and get improved وكان فيه حاجات حصلت استدعت هذه التطورات فيما يخص الريتشر ريفيو. فيما يخص الماتيريال ميثود، ده احسن سيكشن تكتبه لو انت لسه بتشتغل عملي. ليه بقى؟ لانك دلوقتي بتشتغل عملي، يعني دلوقتي بتروح الصبح وتعاير، دلوقتي بتروح انت وحالتك كده وتتكلموا او تاخد قياساتك اللي على البلانينج سيستم. فالماتيريال ميثود سيكشن سهل، سيكشن سهل، ولما تبدا فيه كده تحس انك بتنجز، خصوصا في الماتيريال. يعني انت بتشوف البلانينج البراند بتاعته ايه والشركه المصنعه، وتاخد صوره حلوه ممكن من على موقع الشركه وممكن انت تصورها وتحط صورته وتبقى كتبت صفحه حلوه في الرساله، وبعدين الايون تشامبر اللي بتعاير بيها وهكذا. فهي ماتيريال انت بتشتغل بيها تقدر تطلعها من على موقع صف الشركه او تصورها من على جهازك وتبقى اتكلمت فيها. فيما يخص الماتيريال طبعا والميثودولوجي، انت بتكتب وانت بتشتغل. في ناس بتفضل انك تكتب في الميثودولوجي دي وانت شغال. يعني عن نفسي كنت بدرس الحاجات دي من صفحه اسمها اديتج، اديتج موقع مخصص في انه يساعد الباحثين يكتبوا ابحاثهم، فانا كنت بتابعه. هو فيه سيكشن يعني فيه بارتيسيبيشن فور فري بيقدم براكتيكال ستيبس، وفي سكشن بارتيسيبيشن. انا ما اشتركتش في الجزء اللي هو بفلوس، فكنت بكتفي بالجزء المجاني. على قد الجزء المجاني بقى كان دايما بيبعت لي ايميلات ويشجعني ومش عارفه ايه، وكانوا مدين شابتر الماتيريال ميثود مجاني. انا رايي لو انت لسه بتبدا اشترك فيه، اديتج يعني مكان محترم جدا، وفي حاليا مؤسسات كتيره بتساعد في كتابه البيبر. انت كده اتكلمت عن الماتيريال ميثود وانت ما تعبتش، يعني وانت كل اللي عملته ان انت كتبت اللي بتكتبه كل يوم، اللي بتشتغله كل يوم في الرساله. طب انا اصلا مكسل، طب انا اصلا مش بشتغل في الرساله، عادي ابدا دلوقتي، اي وقت تشوف الفيديو ابدا عادي. كلنا قعدنا مكسلين شويه بعدين نستعين بالله كده وهتتدبر عادي، مهما كان المجهود اللي بتعمله صغير. انت لو بتروح الشغل كل يوم وكل يوم تقعد 5 دقايق شغال في الرساله هتخلص، مهما كنت هتقعد فيها حبه صغيرين هتخلص. كلنا اشتغلنا رسايلنا في عز الزحمه وضغط الشغل والضغط كل حاجه، يعني عارف سيكا 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 كده بتعدي وبتخلص، يعني ربنا يهون عليكم كلكم. طيب ده الماتيريال ميثود. فاضل ريزلتس اند ديسكشن. انت قست، انا عايزاك بس تفرق بين حاجتين. فاكرين لما كنا بنقيس الكيرفات اللي ورا دي؟ مش هنرجع لورا بقى عشان هي تقريبا مش هترضى ترجعنا لورا، بس فاكرين لما كنا بنقيس ال، بص بقى عايزه اقول لك وانت في سيكشن ريزلتس اند ديسكشن، في فرق بين انك تكون بتقول له ان انا لما ببقى عند اكستندد ديستنس اللي بيحصل ان الشولدر بيجت بيبقى اعلى، البنمبرا بتزيد، الباك سكاتر فاكتور بيبقى كبير، اللاترال بيلد اب ريشو بتزيد. انا ما شرحتش مصطلحات علميه على اساس ان التيم اللي بيشتغل اوير بيها، لكن اجمالا اللاترال بيلد اب ريشو يعني انا لو فتحت حافل صغنن قد كده فالالكترون هتسكاتر، لو انا ضيقت الدنيا شويه فالالكترون هتسكاتر في حته اضيق، فلو هتتخانق 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 بشكل اعنف، ولو كبير هتزيد وهتدايفرج. ما تقولوش ارقام وانت بتعرض الريزلتس انسكريشن، لان سامبلي الريزلتس باينه فهو يقدر يكمبير ايه اللي حصل وانت في النومينال كونديشن وانت في الستاندرد كونديشن. لكن قول في الريزلتس اكسبلين، يعني مثلا واضح ان عند الاكستندد ديستنس اللي بيحصل ان الشولدر بيبقى اظهر وذن السمول انرجي، وده بيبان في ايه؟ في السنترال اكس ديفيجن وفي البنبرا وفي اللاترال بيلد اب ريشيو. بيجيت ستيب ده اكتر وكذا وكذا. انت كده بتعمل ايه؟ انت كده بتوضح ايه اللي بيحصل ماشي، وقول تفسيرك ليها تمام. فما تبقاش بتنقل الارقام، يعني مثلا ده بنمبرا امبروفد فروم نمبر كذا وكذا،
مثلا عند لو بعالج بريست الانرجي 6 ميف كان بروفايد كفرج ريزونبل كفرج، وال 15 ميف كان بروفايد بيتر كفرج، بس برضو هت انكريز الدوز في اللنج وكذا وكذا. اتكلم يعني، اتكلم كلام يبان ازف اكسبلينيشن يعني، ما تعتمدش على انه هو هيقارن ارقام، خليه يشوف الداتا زي ما انت شايفها بعينيك، خليه يشوف تفسيرك انت ليها. ولما يجي اوان الدسكشن ساعتها تقول لا ولاحظوا حاجة يا جماعة، ده ما كانش رأيي انا لوحدي، ده يعني الناس اللي اتكلمت في هذا التوبيك قالت كذا كذا، عشان كده لما جينا عند البوست وانا بقول لكم مثلا كانوا بيقيسوا كذا وبيقيسوا كذا وبعدين لاترالي بيرسوا على كذا، قلت ساعتها ايه and then totally clinical wise قالوا ان الحالات اللي بتاخد بوست، الحالات ديت لو خدت الكترون بتبقى شكلها الجمالي افضل. انا زي ما تقول هحط لكم لينك البيبر، انا ما حبيتش يعني ازود الكلام ريجاردن اي كلينيكال ابلكيشن او حتى الدوزومتريك، لان كان التارجت مش التوبيك قد ما ان التارجت لو حد بيسجل، فلو حد بيسجل يسجل على البوينتس دول. لكن اف يو ار انترستد نتكلم ندايف دي في الدوزومتريك والكلينيكال ابلكيشن، جدا احب جدا اعمل كده، لان دي كانت رسالتي فليا معاها ذكريات عميقه يعني. خلينا نرجع لموضوعنا، انت بتتكلم مثلا في الدسكشن قولوا مش انا بس اللي كان ده رايي، ده خلينا نتكلم على البوست ريجاردنج البوست، الحالات اللي بتاخد بوست بيبقى فرص الريكارنس بتاعتها، فرص ان الورم يرجع لها اقل. لو البوست ده كان الكترون الشكل الجمالي للثدي بيبقى احسن من لو خدت فوتون في البوست، عشان تهدل نسبه تهدل ولوزنج الالاستيستي بتاعت الجلد بتكون اقل لو الحاله اتعالجت بالكترون. ده كلينيكال وايز، ده رايهم يعني، ده من متابعه الاطباء يعني. فيزيكال وايز في القياسات الالكترون كان بروفايد كفرج ممتاز، وكان سبير طبعا الديب سيت تيومر، فهو يفضل انسب للحالات اللي هي سوبرفيشال ويسبير الديب سيت تيومرز. ده الفرق بين الديسكشن والريزلتس والكونكلوجن. الكونكلوجن كفايه تقول فيه الكي بوينتس اللي انت عاوز توفرها يعني او تهايلايت عليها، انه زي ما قلنا هنا مثلا ان انا محتاجه اقيس الالكترون في النومينال عشان اقيسه في الستاندرد، وبعدين اروح عند الاكستندد ديستانس، هي النومنال هي الستاندرد بس ما علينا يعني. عشان ايه بقى؟ عشان لما اقيسه في الستاندرد واقيسه عند اكستندد ديستانس واقارنهم والقياسات الدوزومتر دي تبقى معايا اقدر اعالج، صح؟ لكن لو انا مش معايا القياسات دي وجت حاله محتاجه ان انا اقيسها ان انا اديلها سوبرفيشال، هعالجها ازاي لو انا مش معايا القياسات دي؟ هوقفها لغايه لما اخد القياسات. فعلشان ما يبقاش ما تعملش ديلاي في الكلينيك، الانسب ان انت تعملها ثرو اوت الكوميشننج البرايمري كوميشننج بتاع الماشين. كده يبقى ايه؟ كده يبقى انت معاك الدوزومتريك داتا كامله للتريتمنت ماشين، دي ريكومنديشنز، وده اللي الناس يعني ليتلي بقت تشتغل بيه، تعاير وتعاير كمان عند اكستندد ديستانس، وتبقى عندها قياسات الاكستندد ديستانس للالكترونز بكل طاقتها. وهو يناسب البريست طبعا زي ما قلنا، ويناسب جدا المايكوزيس فانجويتس. اتمنى ما اكونش طولت اكتر من اللازم، ما اكونش يعني تضيف تقيل شويه عليكم، انا بيت كونفيوزد عشان ده اول فيديو. يا رب كل التوفيق، شكرا لكم.